نغلق شباكنا الفني لليوم على قصة ملهمة من لبنان. باتريسيا حكيم مخرجة وفنانة وإذاعية لبنانية فقدت صوتها بعدما تعرضت لأزمة صحية في حنجرتها دفعتها إلى إجراء عملية جراحية تسببت فيما بعد بخسارة صوتها الإذاعي. تروي حكيم في كتابها الأول كلمات صوتي ذكريات تجربتها القاسية والمصيرية مع المرض. كان عمري 22 سنة، كان صار لي 5 سنين مذيعة راديو، لأنه بلشت ب17. عملت عملية غدي ووعيت من العملية ما في صوت، قطعوا لي أوتار الصوت. قبل عمليتي كانت تصل في ناس يما أسمر، كانوا مبلشين بلشوا بالاي بي سي، ورحت عملت كاستنج ومشي الحال. قلت له بدي جمعتين تا اخلص من العملية ويروحوا القطب، بس راح الصوت، صوت وكل الأحلام الإذاعة. من حنجرة مزقها الخوف التمرد والعتب، كانت كلمات وجع وحرقة وأنين وصراخ، كلمات صمتي. يعني مشكلة قلب، مشكلة إفرازات غدد، مشكلة صوت، مشكلة نفس، ما تعمليش يجمع دايما تحكي. لا هيدا الشيء ما كان مشبعني. حرارة ما أسمع شو بيقول الحكماء، حرارة أنه أتقلم مع جسمي، حرارة أتعلم كيف التعاطى مع جسمي بطريقة جديدة. الدكتور مونتكامري بيبوسطن بيقول لي سوري ما بقى في شيء نعمل. هيني الجملة إذا بدك هي الكف اللي أكلتنه استوعبت. تخيلي مذيعة عم بتسكتيها، هي كانت أصعب شيء، بس خلتني أتعلم أحكي ضروري. أول شيء عملته التجميل، لأن هون كان عندي فخدة كتير كبيرة على أثر العمليات، ما بعرف إذا تغطيتها، بس بعتقد إيه ولا مرة استوعبتها. ما كنت عم بترك حالي مجال فكر فيها تستوعبها، يعني كنت بدعمك. أنا ضليت تقريباً سنتين ونص هون نقف بالمستشفيات، هاي الفترة كلها كان ما في صوت. أول فترة كانت كتير صعبة لأنه ما فيني أشتغل شو ما كان من ورا صوتي. رحت اشتغلت كمساعدة مخرج، حبيت وقتها رحت على كندا، رحت في الترست أوديو فيزيوال تلفزيون، ولا شيء خططت له بحياتي. شغلي الوحيدة اللي قررتها انه انا بدي اعيش طبيعي، واذا انا بدي انا فيني. وفكتيفمون قالوا لي ما فيك تنصحي، قلبك ما بيحمل. نصحت 30 كيلو باول حمل وقلبي حمل. قالوا لي اذا خطر على حياتك ولدت كتير منيح ما تختبي ريسك. حبلتني مرة. كلمات صمتي كتاب روت فيه باتريسيا حكيم حكاية أمل بعد ألم ونجاح بعد معاناة، فكانت إرادة الحياة والعزم والإيجابية سلاحها لتكمل حياتها. مناضلة هي ومثابرة، فما من رادع في طريقها. انكتب هي ماكسيموم 15 يوم، بس ما كنت عم بقرأ شو عم بكتب. قلت لها ما فيني أقرأ، يعني كنت عم بقرأ آخر شي وصلت له مبارح. تكفي، يمكن شغلتين أو كلتة كتير 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 مهمين. أول شي إنه ما في شي مستحيل، كله براسنا، كله إرادتنا هي اللي بتمشي حياتنا. بلحظة كل شي بيتغير، مشان هيك تعلمت أعيش كل النهار كأنه آخر يوم بحياتي.